لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل لنا حظ عافر أو حظ جيد هل لنا حظ سيء وحظ حسن أم إن إلقاء الأمر إلى الحظ إنما هو للفرار عن المسؤولية في من يتصور بأن حظه عاثر نقول لا يخفى أن ال... ان نظام الكون نظام العلل ما كل شيء في الكون صدفه اذا المقصود بالحظ الصدفه يعني تحقق المعلول بلا عله فهذا باطل ان نقول بان فلان حظه حسن يعني حصل على اموال طائله وربح اليانصيب مثلا لحسن حظه وفلان حظه سيء لا يلمس أمرا ولا يدخل في عمل إلا وخسر في ذلك العمل أما ذو الحظ الجيد فلا يلمس شيئا إلا وتبدل إلى ذهب ما عندنا نظام الصدفة في الكون يعني بلا تحقق للعلل يحصل المعلول وبلا وجود للسبب يحصل المسبب نعم هناك ما يرتبط بالعلل الظاهريه وما يرتبط بالعلل الخفيه الواقعيه يعني بعض الاحيان الانسان يعلم بالعله ويرى ان هذه العله تؤثر فلا ينسب القضيه الى الحظ ما يقول انا حظ جيد يقول انا عملت وهذا نتيجه العمل فلان لم يدرس فسقط وفشل في الامتحان هذا السقوط والفشل في الامتحان نتيجه عدم الدراسه وعدم الاهتمام الدراسي وتاره اخرى يجهل العلل الواقعيه علل خفيه يجهلها فينسب الامر الى الحظ يقول انا حظي سيء ما يدري شنو العلل التي اوجبت هذا هذه النتيجه غير المرجوه له او يقول حظ فلان حسن لا يعلم ما الذي صنعه كل الامور باسبابها والاسباب الظاهريه هي مقارنه للاسباب الواقعيه كما بينا سابقا لاحظوا اذا واحد ربح بليان نصيب مليون او مليار فهذا هل هو حظه حسن كلا وانما خطا خطوات لم يخطها كثير راحت دفع دولار واشترى اليانصيب واحتفظ بتلك الورقه اذا واحد ما كان دافع الدولار وما مشتري اليانصيب وما ما احتفظ بالورقه او مشتري ما, ما احتفظ بالورقه هل كان يربح ويحصل على الجائزه قطعا لا شوفوا هو هيئ المقدمات خطا الخطوات الصحيحه وبعد ذلك توافقت الاسباب الخفيه والاسباب الظاهريه فظهر اسمه في عند القرعه شخص هو حسب المنقول كان الاول في لعب كره السله في امريكا فدائما كل اصاباته تقع في الهدف موفق جدا فقيل له أن حظك حسن قال نعم وكلما تمرنت أكثر كان حظي أحسن أنا مو حظي حسن أنه صدفة القضية هذه الكرة تقع في الهدف وتصيب الهدف فكان يقول أنا كل يوم أول الصبح لما أطلع قبل أن أطلع خمسمائة مرة ألقي الكرة نحو الهدف كل يوم هذا عمل يعني يمكن ساعتين فطبعا قال صحيح حظي حسن ولكن كلما عملت أكثر فكان حظي أحسن من يصل إلى الحكومة يصير رئيس مثلا هل صدفة صار رئيس؟ عموما الناس لما يصلون إلى مرحلة في دائرة حكومية في قضية دينية عالية يصبح خطيب كبير إنما القضايا مرهونة بأسبابها هذا درس مترك الدراسة ووصل ودخل في سلك السياسة ودخل في الحزب الكذائي وترقى مدارج الكمال إلى أن في قضية انتخابية الناس انتخبوا دخل كل هذه الأمور إنما خطأ فيها ووصل إلى تلك النتيجة الحسنه، يعني ان يعمل الانسان العمل وبعد ذلك النتيجه تكون بصالحه عموما هكذا، صحيح يمكن هو من المليون طلع اسمه باليانصيب ولكن كان من المليون مو كان من الست مليارات اللي ما دخلوا في هذا اليانصيب اللي قطعا اولئك لم يحصل ولم يخرج اسمهم من القرعه كما هو بين إذن بعض الاحيان طبعا مو العلل الظاهريه هي كل شيء واحد يجي يقول انا درست السنين وما توفقت لا قطعا هناك علل واقعيه الدعاء مؤثر التوفيق من الله مؤثر في الوصول ولكن ايضا كما سبق من ان قلنا بالتوافي او العلل الاعداديه لا يمكن ان تخرج عن العله الظاهريه وتطلب من الله العله الحقيقيه ان تاتي اليك ان يعني ان ياتي اليك المعلول صدفة هذا ما لا يمكن مو نظام الحياة مو نظام الكون في رواية ان النبي موسى على نبينا وآله وعليه افضل الصلاة والسلام السلام سال الله عز وجل انه كيف النحله تصنع العسل قال الله له خاطبه الله عز وجل افتح يدك فاتت نحله بعد ان فتح كفه اتت نحله فلحظات طارت على كفه وذهبت فسال الله اين العسل قال انظر الى خلف يدك فراى قطره من العسل هنا استغرب هذه النحله طارت بصوتها الخاص هنا والعسل منها قال المهم الحركه من النحله العسل مني انا الله ولكن اذا ماكو نحله ماكو عسل احد الطلبه في النجف في قضيه مفصله لطيفه دائما رجل الدين الطالب خصوصا المستضعف وما اكثرهم طعامه بعد معروف خبز وشويه لبن يمكن شويه جبن شويه كذا فريد فبعض الاحيان كانت تهيأ له مائده جيده اطعمه مختلفه فوقع في قلبه هل هذه المائده الجيده او هذا الطعام الجيد اللي بعض الاحيان احصل يأتي إلي هذا الطعام أو أدعى إلى مكان هل هو من أمير المؤمنين أم لا أم صدفة فقال خلي أختبر أنا هالليلة ليلة الجمعة يمكن أو الخميس طالع إلى كربلاء فإذا حصلت على طعام تمن ودجاج ومقبلات مختلفة وبالطريق وحصلت على دثار من جلد الكابولي كأنما أحسن دثار كان في وقته التحف به فاشوف يعني اذا امير المؤمنين سلام الله عليه يهيئ لي هذه الموائد الجيده الدسمه فيقول ألتيته وفي الطريق في خان من الخانات نزلت واذا بقافله ايرانيه من كربلاء تعود الى النجف انا هم ضمن القوم يعني كنت معهم فدعوني في الغرفه بعض من في القافله من التجار وهيئوا الطعام واذا به روز ودجاج على ما طلبته من امير المؤمنين سلام الله عليه وانا غافل طبعا عن الطلب الذي حصل من الامير قبل بيوم فيقول بعدين قعدت استانسنا مع هؤلاء التجار احد التجار قال روحوا جيبوا هذه الملحفه اللي انا التحفوا بها الجلد الكابولي لسماحه الشيخ الليله خليه يتدفى به فدفعته الصبح انفصلنا هم طلعوا للنجف وانا رحت الى كربلاء فلما وصلت الى كربلاء اتذكرت القضيه قلت عجيب اذا القضيه من امير المؤمنين وبين لي امير المؤمنين انه هذا منه فلماذا لا يعطيني العلم اللدني؟ ليش احنا نتعب؟ واحد يجي من الصبح ونص الليل ويطالع ويحضر للدرس ويتاذى العلم اللي بيتهم بيدهم القضيه القضايا بيدهم فيقول اتيت الى حرم امير المؤمنين بعد ان رجعت من كربلاء قلت يا امير المؤمنين اريد منك العلم اللدني في السوق انا كلامي بالعلم اللدني عند المنام اقول العلم اللدني بعد ما قمت احضر الدروس شنو هاي الدروس اتلاف الوقت هذا العلم من امير المؤمنين مو السيده زينب سلام الله عليها عالمه غير معلمه وفهمه غير مفهمه خلص منهم بافاضه اللحظه يقول اسبوع أنا كل فكري العلم اللدني وطلبي من أمير المؤمنين إلا أنه في ليلة من الليالي بعد الأسبوع شفت أمير المؤمنين في عالم الرؤيا ويعني كأنما منزعج مني وقال لبعض الملائكة أو بعض من كان عنده أنه هذا افلقوه في فلقه فيقول أنا قلت يا أمير المؤمنين لما ذلك قال تريد من العلم اللدني روح أدرس حتى اللي يريد يوصل الى مرتبه من العلم بالنتيجه لازم يخطو هذه الخطوات، صحيح ليس العلم بكثره التعلم بل هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ولكن هل, هل الله عز وجل يلقي هذا النور في من لم, لم يدرس؟ كلا. اذا سواء قلنا بالتوافي او الاعداد في العلل بالنتيجه العده المعده العله المعده الدراسه الظاهريه حتى تاتي الاسباب الحقيقيه لان الله عز وجل هو مسبب اسباب وفي الروايه في الايه المباركه ثم السبيل يسره القضايا تعود الى الله قطعا عندنا وماكو صدفه وانما النظام نظام الاسباب الحقيقيه المقارنه للاسباب الظاهريه ولكن بالنتيجه هذه الاسباب الظاهريه هي في قضيه النبي موسى سلام الله عليه المعروفه اليس المرض عندما مرض ولم يذهب للطبيب فخاطبه الله عز وجل لم تذهب الى الطبيب؟ قال اليس الداء منك؟ واليس الدواء منك؟ فما بال الطبيب؟ قال يا موسى قال الله عز وجل اتريد ان تبطل حكمتي في الاشياء؟ هذه حكمه الله هذه الاسباب الظاهريه، صحيح؟ الشفاء من الله ولكن عبر الطبيب. لاحظوا هذه الايات كلها تشير الى هذا المعنى. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ما أصابك من مصيبة فمن نفسك وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رمى زيد لا لا أنت الذي رميت ولكن هذه الرمية أيضا رمية الله عز وجل. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم فاخذناهم بما كانوا يكسبون والذين اهتدوا زادهم هدى وهذا سنه الحياه طبعا خب البعض يعني انما يتمسك بالحظ انما للفرار عن المسؤوليه يقول ليش كذا كذا يقول حظي عاثر يعني حظي سيء كثيرين تسمعوهم يقول انا ما ادخل في شغل الا وافشل. ليش؟ لانه انت بدون دراسه دخلت في الشغل. بدون مقدمات دخلت في الشغل. مو اي واحد يقول انا تاجر اخذ بضاعه من بلد الى بلد ويربح. لازم تكون له خلفيه، خلفيه اما هو عالم في امور التجاره او يستشير من هو تاجر ومن بيده الامور، يعرف المداخل والمخارج. مو اي واحد اللي يدعي الفاضل هو فاضل لا هناك مقدمات فللفرار عن تحمل المسؤوليه يلتزمون بالحظ او القاء اللوم على الاخرين لجهل الاسباب الواقعيه هذه مما يوجبه التمسك طبعا التمسك بالحظ قضيه خطيره جدا قبل ان نكمل هذا او بعد ان نقول الحظ في القران قضية خطيرة جدا التمسك بالحظ ليش؟ لأنه مثل هذا يقول أنا أقعد حتى أمير المؤمنين يعطيني العلم اللدني واحد يعيش في الوهم ينتظر الحظ أن يأتي الصدفة البخت كما أسماء مختلفة للحظ موجودة في كتب اللغة يعني مرادفات متعددة للحظ أو هنا يؤتى له انه يعني محظوظ اذا الشاهد انه طبعا في القران الكريم هناك ايات للذكر مثل حظ الانثيين، هذا مو الحظ يعني البخت وانما يعني مثل نصيب الانثيين او في الايه الاخرى انه وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم، يعني هذا تقدير الالهي جزاء لحسن فعله هذا الحظ العظيم الجزاء الالهي لحسن فعله وترتب في قضيه قارون الناس كانوا يتصورون انه محظوظ بالنتيجه قارون كان عنده علم وكان يهتم وعده كثير من الخدم والحشم كان تاجر موفق بس هو اغتر تصور انه انما اوتيته على علم فلذلك الله غضب عليه فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون انه لذو حظ عظيم. اذا يجب ان نعتقد بان كل شيء مرتبط بالله الاسباب الماديه، الاسباب المعنويه، الاسباب الواقعيه هذه مؤثره حتى التربيه. يعني الجيل اللاحق يقولون ولد العالم نصف العالم، ولد التاجر نصف التاجر، ليش؟ لانه ماخذ تجارب والده من الصغر في بيته المصطلحات العلميه تدور. لذلك هو مأنوس بهذه المصطلحات فهو ماخذ ما له في الشوط كبير في هذا الميدان اذا الحظ كمفهوم الصدفه والنصيب اللي بدون على الواقعية وظاهريه هذا مفهوم ملغى عند العقل وعند الشعر فلذلك عندما يتهم اليهود رسول الله صلى الله عليه واله بانه رجل محظوظ عندما أقام هذه القضايا هذا إنما هو للفرار عن قبولهم المسؤولية يقول أنت محظوظ أيش اللي تريد يصير لك مو أنت محظوظ أيش اللي يريد يصير لك وإنما هناك أسباب حقيقية ولكن للفرار عن هذه الأسباب الحقيقية يقولون بالحظ لاحظوا الرواية نكملها. فالرسول صلى الله عليه وآله أمر جبرائيل أن يصيح صيحة هائلة في قوم الصالح طبعاً جبرائيل هو وميكائيل أول من سجد لله عز لآدم بعد أمر الله جبرائيل كما في التسميات المتعددة طاووس الملائكة أفضل الملائكة الناموس الأكبر كما في رواية في البحار وهو نزل على رسول الله كما يذكره ابن شهر آشوب ستين ألف مرة في حياة رسول الله نزل على رسول الله ستين ألف مرة وله مكانة عظيمة عند الله رسول الله في القضايا الخاصة الوحي عبر جبرائيل العذاب عبر جبرائيل رفع العذاب أيضا عبر جبرائيل لأنه في الرواية التي ذكرناها في ريح في ريح صرصر عاتية أنه خرجت الريح أكثر مما أمر الله عز وجل فهنا جبرائيل أمر الريح وضرب بجناحه الريح فعادت وقال اخرجي كما أمرك الله عز وجل اللي نزل على قومه عاد بالنتيجة هو له مقام كريم وعظيم عند الله عز وجل فيقول وأمر جبرائيل أن يصيح صيحة هائلة في قوم صالح حتى صاروا كهشيم المحتضر لم لمن فصلت من مكانك بإذن الله هكذا يطلب رسول الله من هذا الجبل أن ينفصل وجئت إلى حضرتي ووضع يديه على الأرض بين يديه إلى هنا فتزلزل الجبل وصار كالفارع الهملاج الفارع يعني الطويل الهملاج السريع المركب اللي سريع يقدم يقال له الهملاج فالفارع يعني شيء ضخم والسريع ده يتقدم جبل بعد يتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دنا من إصبعه لأنه وضع يديه على الأرض حتى دنا من إصبعه أصله يعني أصل الجبل فلزق بها لزق الجبل بأصابع رسول الله صلى الله عليه وآله ووقف ونادى ها أنا سامع لك مطيع يا رسول رب العالمين وإن رغمت أنوف هؤلاء المعاندين يعني على رغم أنوف أعدائك هؤلاء اليهود أنا سامع لك ومستمع أمرني بما تشاء مرني بأمرك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن هؤلاء يعني اليهود اقترحوا علي أن آمرك أن أمرك أن تنقلع من أصلك فتصير نصفين ثم ينحط أعلاك ويرتفع أسفلك فتصير ذروتك أصلك وأصلك ذروتك الذروة يعني المنطقة العالية القلة تأتي إلى التحت قلة الجبل وأصل الجبل يرتفع على القلة قال هؤلاء اقترحوا عليها الجبل قال أنا ما عندي شغل اقترحهم انت تامرني انا ممتثل اقتراحهم زين انت لي اقتراحهم ولكن هل هذا امرك؟ فقال الجبل اتامرني بذلك يا رسول الله يا رسول رب العالمين؟ قال بلى فانقطع نصفين وانحط اعلاه الى الارض وارتفع اسفله فوق اعلاه فصار فرعه اصله واصله فرعه ثم نادى الجبل يا معشر اليهود هذا الذي ترون دون معجزات موسى هذا استفهام إنكاري يقولون معجزات موسى وكانوا يقبلوها يقول هل هذا أقل من معجزات موسى أنتم ليش آمنتم بموسى لأنكم رأيتم بعض معجزاته بل سمعتم عن آبائكم معجزات موسى نقلا فهل هذا الجبل هو الذي يخاطبهم هذا الذي ترون دون أقل دون معجزات موسى الذي تزعمون أنكم به مؤمنون شنو يقولون فنظر اليهود بعضهم إلى بعض فقال بعضهم ما عن هذا محيص بعد ما عندنا شارة ما عندنا مخرج خلاص انتهت الحجة وتمت الحجة علينا وقال آخرون منهم هذا رجل منجوت يعني محظوظ عنده حظ خوش حظ حظ حسن مؤتى له ما يريد المحظوظ اللي يريده يصير النتيجه تتبعه بلا مقدمات صدفه والمنجود يتاتى له العجائب فلا يغرنكم ما تشاهدون المحظوظ بعد محظوظ مو قضيه تدل على صدقه وعلى صدق رسالته فناداهم الجبل يا اعداء الله قد ابطلتم بما تقولون نبوه موسى اذا انتم تقولون الرسول صلى الله عليه واله محظوظ موسى هم كان محظوظ عندما فلق البحر بعصاه محظوظ عندما انزل التوراه رجل محظوظ صدفه نزل التوراه عليه فاذا انتم تقبلون معجزات موسى وتقولون لا موسى حقيقه مو محظوظ فاقبلوا معجزه الرسول صلى الله عليه واله امام اعينكم بس قلوبهم كالحجاره لازم لازم يثبت بعد وين يثبت قلوبهم كالحجاره في هكذا قضايا فناداهم الجبل يا عدى الله قد ابطلتم بما تقولون نبوه موسى بقضيتكم انه منجوت هل لا قلتم لموسى ايضا يعني اباءكم يقولون انتم تقبلون معجزات موسى عن ابائكم هل لا قلتم لموسى يعني معشر اليهود ان قلب العصا ثعبانا وانفلاق البحر طرق طرق متعددة في البحر طبعا الطرق البحرية هم كانت لطيفة قالوا احنا 12 قبيلة ف12 طريق فتح لهم الموسى النبي صلى الله عليه 12 طريق بعدين قالوا احنا في هاي الطرق لو نريد نسلك هذا البحر هم طويل فنتعب نريد واحدنا يعاين على الثاني فخلي بين الطرق الجدار المائي موجود بين الطرق خلي شبابيك حتى لو ما نعبر نتكلم ويا اللي يعبر من الطرق الاخرى نتكلم نشوفه نستانس الى ان نصل قبل موسى ذلك ايضا فصارت شبابيك في جدران مائيه بين الطرق في البحر هل وانفلاق البحر طرقا ووقوف الجبل كالظله يعني وقفوا تحته ك... اصبح ظله يعني ظلال انتشر الظلال عليهم ارتفع الجبل فوق رؤوسهم انما تاتى لك لانك مؤتى لك ياتيك جدك بالعجائب جدك يعني حظك انت مؤتى لك انت عندك خوش حظ فجدك حظك اتى اليك بالعجائب فلا يغرنا ما نشاهده ما نتاثر الجبل ده يخاطبهم عشر اليهود اذا قولوا لموسى كذلك فالقمتهم الجبال بمقالتها والصخور القمتهم ادحضت حجتهم ولزمتهم حجه رب العالمين تمت الحجه عليهم اذا ان ناتي ونقول بان الحظ والحظ الحظ مفهوم غير تام لا في العقل ولا في الدين، نعم التوفيق هذا امر حقيقي، الدعاء مؤثر الالتزامات مؤثره، ما عندنا صدفه، انت اخطو هذه الخطوات قد تصل وقد لا تصل القضيه ومثل ذاك قيل بان احد رجال الدين كان مريض قال انا يعني مستاء من حظي طبعا بعبارات أسوأ مستاء من حظي لانه انا كنت ادرس مع فلان وكنت افضل منه او نظيره هو وصل الى مرحله عاليه وانا لم اصل الان انا مريض في المرض وقد اموت وهو لا صاحي وما شيء فمات كذلك انه يعني متاثرا بما صنعه الله عز وجل به هذا بعض الاحيان الافتتانات الالهيه، الامتحانات الالهيه هذه كلها ايضا كارث يعني ضمن النظام الكوني نظام الاسباب والمسببات الظاهريه نظام التوفيق ونظام الامتحان مثل قضيه الشلمغاني عليه العائن الله ابن ابي العزاقر كان يتصور هو كبير علماء الشيعه كان من كبار علماء الشيعه كان يتصور هو النائب الخاص الثالث للامام الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولكن لم يكن كذلك امتحانا وانما حسين بن عروح هو الذي اختاره الامام للنيابه الخاصه فانحرف عن جاده الحال وما اكثر هذه النماذج اسال الله عز وجل ان يجعلنا على الطريق المستقيم ومتمسكين باهل البيت الطاهرين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين